بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، آيات الكون كذبينة تمشي وعمي عليها، وإذا كان عميت العجل مش تكذب بوجودها. ولا حالكم يا من تدعون الإسلام وأنتم أعداء الإسلام، ولا علم لكم بأنكم أعداء الإسلام، واللي كان في غفلة في شأني أنه عدو من أعداء المولى سبحانه وتعالى، ايش عندك ما تعمل؟ هو في قبضة إبليس، إليس الوجود ديابل دي لنمي نميرو أن دي لومانيتي إي دي مون دي جين. والسلام علينا أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الإحسان بفضل الرحمن.